من لبنان إلى سوريا عبور أكثر من 30,000 شخص للحدود. نتنياهو لا مكان في إيران، لن تطوله أيدينا ولن تملك نوويا. الجيش السوداني يبدأ هجوما كبيرا في الخرطوم. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس، أهلا بكم. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 30,000 معظمهم سوريون عبروا من لبنان إلى سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية، ويأتي ذلك وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية والذي أودى بحياة المئات في لبنان. وكان مصدران أمنيان سوريان قد قالا لوكالة فرانس بريس الخميس إن أكثر من 22,000 شخص، الجزء الأكبر منهم سوريون، عبروا الحدود من لبنان منذ مطلع الأسبوع على وقع الغارات الإسرائيلية الكثيفة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمته الأخيرة أمام الأمم المتحدة إنه لا يوجد مكان في إيران لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه، مضيفا: إذا ضربتمونا سنضربكم. ودعا نتنياهو مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات على إيران لضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية، وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية. قال شهود ومصادر عسكرية إن الجيش السوداني شن قصفا مدفعيا وجويا في العاصمة السودانية الخرطوم في أكبر عملية له لاستعادة الأراضي هناك منذ بداية الحرب المستمرة منذ 17 شهرا بينه وبين قوات الدعم السريع. وجاء هجوم القوات المسلحة التي فقدت السيطرة على معظم أنحاء العاصمة في بداية الصراع قبل كلمة من المقرر أن يلقيها قائدها الفريق أو الركن عبد الفتاح برهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إطلاق تحالف دولي وتنفيذ حل الدولتين، لافتا إلى أن الاجتماع الأول سيعقد في الرياض. وذكر خلال اجتماع وزاري في نيويورك إن تحالف إقامة الدولة الفلسطينية نتاج جهد أوروبي وعربي مشترك. في الختام تذكير بأهم العناوين. من لبنان إلى سوريا عبور أكثر من 30,000 شخص للحدود. نتنياهو لا مكان في إيران، لن تطوله أيدينا ولن تملك نوويا. الجيش السوداني يبدأ هجوما كبيرا في الخرطوم. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.